السلام عليكم ورحمة الله. توجه وفدان مؤتمر الشعبي العام وأنصار الله الاستشاريان إلى سويسرا للمشاركة في محادثات جنيف السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة المزمع انطلاقها في 15 من الشهر الجاري. من جديد تغادر القوى الوطنية إلى جنيف ممثلة بالاستشاريين في المؤتمر الشعبي العام وكذا ممثلي أنصار الله، وذلك لحضور الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة في خطوة يملأه الأمل في أن يكون الأخير. أولا أتمنى أن لا يكون هناك جنيف ثلاثة، نتمنى أن يكون جنيف اثنين هو الجنيف النهائي سلبا أو إيجابا، بمعنى أنه لو تم الوصول إلى حل نهائي فنقول الحمد لله، أما إذا لم نصل إلى حل نهائي فلا داعي لجنيف ثلاثة. الوفد الاستشاري للمؤتمر الشعبي العام والذي ينضم لمن سبقه من القيادات المؤتمرية إلى جنيف اصطحب معه للمرة الأولى فريقا إعلاميا يكشف ما يدور في الحوار من كل الوسائل الإعلامية ومنها قناة اليمن اليوم. الشكر والتقدير أولا لإدارة القناة وكافة الزملاء في القناة الذي أوكلوا إلينا هذه المهمة في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة التي تعيشها بلادنا، ولا ننسى أيضا الدور الوطني الرائد الذي قام به فرسان المؤتمر الشعبي العام وقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلا بالأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والأمناء المساعدين، وأيضا قيادة أنصار الله الذين يبذلون قصور جهدهم منذ عدة شهور وهم يجيبون المدن والعواصم الأوروبية والعربية وسعيهم الحثيث في وقف العدوان. التشاؤم الكبير الذي خيم على أبناء الشعب اليمني في إنجاح أي مشاورة سياسية طالما والعدوان مستمر في قصف الأحياء المدنية والأبرياء كان محور المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق الرسمي لأنصار الله لتحديد خطوات بناء الثقة. فيما يتعلق بخطوات بناء الثقة أن تكون بعد وقف إطلاق النار، واتفقنا على مرحلتين لوقف إطلاق النار. المرحلة الأولى هي مرحلة وقف إطلاق النار المبدئي، يتم إيقاف العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية وفي مختلف الميادين وفي استخدام أي أسلحة ثقيلة، ثم على ضوئها تشكل لجنة من الخبراء العسكريين لتحديد أي خروجات ممكنة، وكذلك تأتي في ظلها خطوات بناء الثقة التي تكون في إطار وقف للحرب وليس في إطار هدنة. كشفت الأيام العديدة من مسببات العدوان، فالإشكالية لم تكن يمنية طالما والتدخل السعودي قائما، لكن المؤتمر الشعبي العام سيظل باحثا عن إيقاف التدخل والعدوان حتى وإن رحل إلى أقاصي الأرض. رسالتنا إلى كل أبناء الشعب اليمني أن يلتفوا حول قضايا الأوطان وحول وطنهم ومواجهة العدوان وعدم الانجرار وراء من يسمون أنفسهم مدافعين عن الوطن. اليوم العدوان يستهدف بنيتنا التحتية، يقتل النساء والأطفال والشيوخ، وبالتالي علينا وعلى كل يمني وعلى كل مخلص أن يواجه هذا العدوان. الطريق إلى جنيف مشروع يراوغ به العدوان، لكن القوى الوطنية ذاهبة إليه في غاية الحصول على حل بعيدا عن أي احتمال مسبق. محمد جميل، اليمن اليوم، صنعاء. تساؤلات عدة.